بهدف تمكين نمو القطاعات الاستراتيجية في المملكة، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن استثمار نحو 5 مليار ريال عن طريق الاكتتاب بأسهم جديدة عبر زيادة رأس المال، تمثل حصص أقلية في 4 شركات سعودية في مجال خدمات البناء والتشييد، وهي نسمة وشركاؤهم للمقاولات وأسف مهندسون مقاولون والبواني القابضة والمباني مقاولون عامون. الصندوق ذكر في بيان أن ذلك سيسهم في تمكين قطاع البناء والتشييد وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والتوريد لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية في المملكة. وأوضح الصندوق أن الاستثمار الجديد سيساعد أيضا على رفع حجم المحتوى المحلي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، بالإضافة إلى استحداث فرص إضافية للقطاع الخاص المحلي. للمزيد من التفاصيل انضم إلينا من الرياض السيد زكريا إذن بن عبد الرحمن العبد القادر، مرحبا بك رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، مرحبا بك. أسألك الآن يعني عن دخول الصندوق بقطاع المقاولات، ما هي الأسباب بوجهة نظرك؟ هل نتحدث عن تحديات بحد ذاتها يعانيها قطاع المقاولات، ويعني هذا الدخول للصندوق ربما يعزز من التنافسية، يخفف من هذه الضغوط، وهو استمرار ربما واستمرارية لهذا القطاع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياك الله أستاذ سحر، وشاكر لكم الاستضافة. رجوعا إلى سؤالك، أسباب دخول صندوق الاستثمارات العامة لشركات معينة في قطاع المقاولات، لا يخفى عليك بأن قطاع المقاولات من أكبر القطاعات في المملكة، وثاني قطاع غير نفطي. وصندوق الاستثمارات في نهاية المطاف صندوق استثماري سيادي، وهو ذراع الحكومة الاستثماري. فدخوله في قطاع المقاولات يعني جزء من الخطة الاستراتيجية اللي وضعها سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله لدخول 13 قطاع استراتيجي يهتم فيها الصندوق، فواحد منها قطاع المقاولات، وبالأحرى قطاع المقاولات من أكبرها للأمانة. فدخول صندوق الاستثمارات العامة هو دخول مهم وإشارة إيجابية. قطاع المقاولات يواجه تحديات فعلا، ولكن ولله الحمد ما حدث في الأربع خمس سنوات الماضية من تقدم فيه يعتبر إشارة إيجابية. صندوق الاستثمارات لن يستثمر في قطاع غير جيد، بل قطاع المقاولات اليوم قطاع واعد، قطاع استثماري. في اعتقادي بأن هذه الخطوة يمكن بحجم الاستثمار اللي تم 5 مليار هي الأكبر من نوعها، لكنها ستفتح شهية للاستثمار في قطاع المقاولات بشكل أكبر. نعم، مرحبا بك سيد زكريا. ما بين التمكين من جهة وأيضا المنافسة من جهة أخرى، كيف سيؤثر دخول صندوق الاستثمارات العامة في هذه الاستثمارات على شكل قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية؟ أثر التمكين بيكون في رأيي إيجابي. قد يرى بعض العاملين في قطاع المقاولات أن المنافسة ستزيد أو الجاب بين الشركات سيزيد، ولكن في اعتقادي وحسب اطلاع على حجم المشاريع اللي موجودة اليوم في السعودية، مشاريع عملاقة تحتاج مثل هذه التحالفات وأكثر. بل نحن في الهيئة السعودية للمقاولين سنطلق قريبا جدا منصة للتشجيع على هذه التحالفات والشراكات، ولعل ما قام به صندوق الاستثمارات العامة هو يعني أفضل أنواع الكونسورتيوم اللي دخول بشراكات بنسب أقلية. هذه إضافة لهذه الشركات، سيعطيها بعد دولي، سيعطيها بعد. عندما تتحدث عن إضافة لهذه الشركات دخول صندوق الاستثمارات العامة، هنا أسألك عن التمويل. بالتأكيد أن قطاع المقاولات يحتاج إلى الكثير من التمويل في المرحلة المقبلة، إلى أين تتجه أو يتجه هذا القطاع بوجهة نظرك؟ وهل ممكن أن يكون سوق الأسهم أحد هذه القطاعات؟ وهل دخول صندوق الاستثمارات العامة على هذا الخط يدفع باتجاه الأسهم أكثر ربما؟ صندوق الاستثمارات العامة كما تعلمون من ناحية اقتصادية يدخل شركات، يستحوذ على شركات، والهدف الأكبر التخارج منها بعد فترة معينة. وفي اعتقادي بأن هذا ما سيتم مع الشركات هذه وشركات أخرى، بأنها تدخل IPO ويعني تدخل السوق الرئيسي في سوق الأسهم السعودي، وهذا يعني أعتقد أنه تطور طبيعي. ونحن يعني ندعم هذا التوجه حتى في مستوى الشركات الأقل حجما بأن تدخل في سوق نمو. لدينا إن شاء الله حوارات مع هيئة سوق المال يعني تمكين وتسهيل وتحفيز شركات المقاولات. شركات المقاولات بحد ذاتها تطلعنا عليها؟ إلى الآن ما في شركات بحد يعني نقدر نصرح عنها، ولكن أقدر أقول شهية كبيرة للدخول في سوق
في سوق سواء النمو أو السوق الرئيسي. نعم، أربع شركات هي التي ينوي الصندوق أو بالفعل دخل الصندوق في استثمارات معها بخمسة مليارات ريال، نتحدث عن نسمة وأيضا شركة السيف والبواني والمباني. لماذا برأيك هذه الشركات؟ للأمانة السعودية ولله الحمد والاقتصاد السعودي وقطاع المقاولات يحظى بشركات وطنية في قطاع المقاولات كبيرة جدا. لعل الأربع شركات هذه درست وصندوق الاستثمارات له نظرة فيها، ولكن أؤكد وجود شركات بحجمهم وبعمقهم ورياديتهم. الشركات الأربع شركات رائدة، لها حصة من السوق السعودي، عملت من عشرات السنين، نفذت مشاريع في جميع أنحاء المملكة. هل ممكن أن نرى أي دمج بين هذه الشركات أو شركات أخرى في هذا القطاع؟ والله أترك الرد على هذه الأمور للمين شير هوردرز في الشركات هذه. طيب. صندوق الاستثمارات العادة وأنتم تعلمون اقتصادياً أنهم يستحوذ على 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 جزء كبير، ولكن في الشركات هذه أنا أعتقد الصندوق قراره أنه استحواذ على أقلية نظراً لجودة هذه الشركات، وأنه إدارتها وعملها وحوكمتها ستبقى زي ما هي، لأن الملاك يعني يملكوا إلى الآن يملكون الجزء الأكبر. طيب، شكرا جزيلا على وجودك معنا سيد زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، كنت معنا من الرياض، أشكرك.